خلاص حي الغلال وتراب كل انسان فقد الجمال اكنالي صارت بها بلادنا فن الملحون فن عن الدين نسخ الديان والوعد شرح لدهان حتى الارواح في الداني تتعاف وطنة والتسليلات الحزاني بعد خدامنا اوزان والحب انتيه الكنان اواه يا اللي صغالي صافي ونقيب في النار وهلوف ساير لزماني ناس طيبة في كل آن فيهم العاطف والحنان أمريين لابني الغالي وابو معلم ما فلا سجل يا ربيب مقال سدها من بغري الليل شفت جور خاك واكبو من شورا القبلة يهيل ويمير ظلامه سلطان من السودان ينتقل فيه ما وسكين لابس برنا تفوق ندهم تقلب الكوري في شان صولة تضخامه قابت الأمان من الشريف وقبل في زيف خيم شوف خيامه في القور قور وبعساكر فرسان كلها قبط الجامو بكساوي من ريش الغراب ورياش جناح طليم شوف جيوشو تقو عمرو لا فقيم وشمال خلفو ومامو فوق هي كده ما تموج نحكي زخار طميم شوف المشوار في الحين عمرو هرب بالغيوان وامر على خدامو دارت بالشكا يصفوها في حرب وتحزيم شوف شكا يا شي شكا بهجرو شي بنتي هالشي عشقو غرامو شي بالفرقا شي جاي الهدية يرحل ويقيم وهاك ما قال وصاف غروب الشمس الذهبية عيط غروب الشمس بالهوى يدقالو يصفى كنا عشيق مشى بالأسباب حبيبه الغير خلالو كروب الأغفي مفرق مهجور وظهر عن خدو إعلام تفرق من الغيار لبس خابوري من ظنا وسكب دمع غزير سيوب سنو الفراق جرحو ديما معذور دبال خيالو حالتو طاحت من الغرار بغامو شكايتو عشقو العقول في حير يحسن عولو عادم الصبر بالفرقة مظهور شوف الدهبي يا خدودها من ذهب شحار خاصرو وعن جام وخلوط يا تفير ناني يا قدام يصلم من خلال منصور سجل يا البيب ما قالوا سيادنا في حق الكرم والزواج امن راضي حسن دينه سقسي وسالف اللي حسبيه بنت لاصل وكبيرة القدر لو أبوها محتاج تلقاها شبعان قلبها وطف الرح ضيافها العشرة والمية ولاد كراه منه يزيد ولوجي وفواج واللي هي بنت الكلاب وكلبها مسعورة سما غلب الحية وقت ما شاف الضيف كيخوض ليها المزاج تم تصرع وتهيج بالمقارع والراجل من كلامها صادف كية ما صافي طلع ولا جبرها حس عد عواج واحد كرمه ربي زوجته حسنة ورضى عليه كامل العطية وواحد مسكين في زوميا وقد جبروا الهلال وهاك ما قال سيدي قدور العالمين وصاف اصحاب اللي ما فيهم امان ما اكترني بصحابي لنكون في الخير اكترني بصحابي لنكون في الخير وطعامي في كل وقت حاضر وين يكون صعب شحال من صاحب توجد لي وكم معشير ضل وكري ويبات بمجمعهم عامر برات للدار حديرة تنقب وتطير كيف حوت ومشرح يجري على صنانه وهكذاك صحابي داروا جميع في الكاس ومصبحت انا لا مال لا مراسم يوم صبحت
ملقاني من عشراني يهز لي الراس طول عمرهم ما كنا ونبأسم في حماك وراني انا يا رجال مكناس شط باري في حماكم يا ذكرايب. هذا الرجل كان بحر فايد وما خلى حتى موضوع اللي ما تكلم فيه. توسل لربنا وصلى على النبينا في الشافي في قصيده صوفيه. الشافي بحكمتك حال كل مضروب شفي علاين ذاتي من تلوجع عطبرا طهرت واخل قلبي من جميع الكدور. كيف طهرت قلوب قطابهن البشرى محاسن الدنيا جروها بغيت النور حين غنمو فوجه سيضر صندرا ما ندعيتنا للصلاة في كل جمهور علي صلاة الله والرضوان على العشرة والعمام والنصار مع زواج البدود وقلبي تولاد لمشرفة الزهرة. الصلاة والسلام على النبي المبرور عداد ما خلق الله مئات ألف مرة وأكبى قال ولي الله على فراق المحبوب كيفي واسين فراق محبوب وبقى بالعقال رصاد فيد أنا كيف جزاني حبيب قلبي ما خلاه يصرق والعدو وخيال أنا لا عمين ضد زين في البدو بحال كيفي واسين فراق حبوب قاب العقل فصافين على كيف جبال حبيب قلبي ما خلى غير صرته ونعته خياله أم لا عمرين برزين ضبضور حاله. وقالوا هو كيستعطف أرفق يا ملكي بعبدك واعطف يا سابغ النيام يبدر النظام التام يهديك الله لا تعذب قلبي قصيت مكفى انت الموصوف بالمحاسن وانا المولوع بالغرام وعييت من لازم السقام اما بردت من جمار في قلبي موحال تنطفى قلبي موحال تنطفى نبات نساهر الليالي ودموعي حايفة سجام نبكي ونوح في الظلام على محبوب خاطري من جار عليا ولعفة من جار عليا ولعفة يمتى يا مالك نشاهد خدك يضوي على الرصام ما بين محافل الريام ونقول بريت من علالي ونسيت محاين جفا أرغم وتجلم لحفيات حين غير بسلام وتراعي سيرة ذكرام الأخير في من شفى حبيب وغدر بعد الموالفة وغدر بعد الموالفة أرغم وتجلم لحفيات حين غير بسلام وتراعي سيرة ذكرام الأخير في من شفى حبيب وغدر بعد الموالفة. وقال في قصيدة الخلخال يا من هو في الهجرة فريد تايه باكي شاكي هميم مجروح بحالي وقت ما شاف الزين ورقته تصفر وتدبال حضر بالك ليا وكون عايق فايق وصغان عيد لي شايم جرالي عندي خنار هو غرامها ساكن ليل الخال هادي مدة والريم هاجراني من غير سباب مرسمي منها خالي واليوم هداها رافع السماء لجليل المتعال زارت مرسمي بكم على زينها وتشافى بعد السقام ضري وهوالي
وتسلينا بساط سلطني ما بين أهل الحال مهما ودعت الريم شق شوقي متل سواق هو من دمع الجالي يوم توداعت مع الغزال مدت لي أخو الخال قالت هذا أمانة يا عشيق أحضيه وصنو وجدو يوم وصالي فمكتوب درتو على رضا أتوضار ونشال وقالبي شدد لبا في مكتوب يفجيب درتو شالي كيف من عقول يحسني مولا تأخو خالي الحراس واش عندكم شي ما يتقال عن الحراس؟ الحراس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مفرق القلوب واش دخلنا فيه نحن نقصدو بالله عليكم يا الناس كان مر غزال بكم هجرني ولا حل مني حرق قلبي من بعد ما كنت هايم في هواه وقبلت نكون لي عبد مشرط الحناك على طول زماني لكن غدر لي وهرب عني ولا خلالي خبر من موراه اش من ذنب عملت يا هذا راجل على شجر كان ذنبي هو عشقي وغرامي كان ذنبي هو إخلاصي ليه كان ذنبي هو حبي وهيامي كان ذنبي هو تعلقي به ولا قبلت نفضل حد في الناس عليه هذا هو ذنبي وهذا هو سباب عشقه ليا كنت قبل ما نعرفه عايش مني في عزي وبلاكي وقصوري وغنايا ونهار عرفته طار النوم من عيني هاي لو كان شفته يا سيدنا لو كان شفته محاسن وجهه وشفر عينيه لو كان شفته قدوه وجمال صورته كان من هل عنايا يكوي كل من قرب لي سبحان من خلقه نهار ملكته عندي نهار ملكته كتروا لي العديان وصبحوا حتى حبابي تيحسدوني فيه كنت نغير عليه من طير إلى طار لكن رغم شطارتي وحيالي ما مشاو العديان حتى خداو هديا وهربوا لي ابي شكون هرب ليك بيه ولد تسعه ورهطين ولد تسعه ورهطين كان كل مره تيحوم عليا كل مره تيجيني بشكل مره جاني بصفه ولي فقت به مره في صفه تاجر فاجر عرفته مرة في صفته وصيف مرة في صفته فقيه مرة في صفته متصوف وكل مرة تلقاني عارفه جاني واحد المرة متنكر في صفته واحد السيد تيبيع القرعة تيخيو فين وعرفته كل مرة كيجي تلقاني واقف من باب داري حاضي وكريك الأسد عياهم ما يزمروا بالزمارة وطبلوا بالطبال ولا داو مني لا حق ولا بطل انا غواني محبوبي ودار لي محبتو ليا هنا يا حبابي من نعمت بصاري تقتبي يا ندمت اللي ما عدمت داك اللي كان بلا خباري تيعطف عليه راك حياتي قلنا يا هذا قلنا شكون انت انا اللي خاب لي ظني في الناس انا اللي هجرت وكري اش عملوا لك الناس قصتي طويلة فيها إفادة العارفين بالعقل والفهمة يوافدنا معك غادي نحكي لكم قصتي غادي نحكي لكم قصتي وانتم ما حكموا شوفوا اش الحق معايا او معاه كنت متوالع بالزين والجلسات بين الريام حتى النهار جا عندي عثمان جاب لي بنت ما ندرت مثلها في هذا الزمان بنت تقول الشمس ضوي او ندوي ويشها كانوا عندي زوج ديال المتعلمات زوج المتعلمين يا ربي الله كنا على الشهاده ردي الاولى زعما الاولى وكانت كل نهار تخرج فاطمه الخديمه الوصيفه هي ومولات الخال تكتف ليها الورد والريحان على كل الالوان وفي هذا الوقت انت كنت حاضر معاهم انا كنت في قلب الدار لكن كنت على برا ما توقع لي شي هذه المصيبه يوادخل لقلب دارك وخلنا نشاهدوا قصتك اصبر شفت ما كان غير حارس واحد فين هو الاخر فتح فين مرزوق بانو ما جا شي معاك مرزوق ما قبلش يجي معايا ما قبلش يخدم معاك ما رضاش بقى يكون عبد ديالك تيقول لي غير يوقف لنا قدام هاد الناس نعملوا لهم هاد التمثيل ونمشيو فحالنا انا غير في التمثيل قال لك الله خلقو حر خصو يبقى حر راك عارف كيف كان معاك كان الكافر بالله كيقلب غير على الفرصه باش يقلبني
كان ما تيحملنيش يا وليدي الفتحيه وكنتي مفضلو عليا من قلت عقلي يا وليدي من قلت عقلي كان تفكر شو العجينه ياك تفكر شو العجينه بالحق نهار نلقى ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتخلص من ها هو انا مرزوق مرزوق اجق هنا مع صاحبك واش غادي تمثلنا هذا القصه ولا لا ما فر علينا مازال يلا سيدي بسم الله واش كلكم مستعدين مستعدين يا سيدي مستعدين هذه فاطمه لصيفه هذه ياك يا الفعل القرطي تحت انت من تحت لتحت وهاد البنت مسكينه مالها ما كتكلم ما كتهضر معاها شنو يا عويشه عويشة كنت مال عليها تكلم مع الناس لكن الله ينجيك الله ينجيك من سكتها الى دوات يلا سيدي الوقت بدا يفوت اليكم قصه الحراز وما جرى له مع عويشه الدرويشه الحراز وما جرى له مع المتعلمين الغدارين الحراز وما جرى له مع محمود الكافر بالله الحراز وما جرى له وما جرى له مع عثمان المنافق المفسد انسان يعيش في اللهو والزهو اضحك مازال زيد كتمت قرحتي وصراري وطويت عن جمار سياري وش لست نخمم وحدي ونقول اش نعمل مع الحراز واش من حيلة تنفعني معاه حرز عني توك تلبية شمالي زين تسمية وحجبان عيون غيرو وجلس حاضر الدوام وتركني نشكي غلضة في القلب والعروق كل من شاف خياري يكون هذا ماله مجنون أو الهوى السوق وهالغرام عرفوا حالي من غير الدين حرز وقيح يا الفهم قلبو صفوان ما شفق من حالي لكن بالحيال نخدعو هانت الفلول سرح عيني عمي عثمان ما كذبش علينا قصدنا المكان بدون ما يشعر شفتي الحيلة حسن من العار لو كان دابا انا ما تشلمت عليه وبينت لي محبتي فيه لو كان راحنا دابا باقي نتايهين تنقلبو على عثمان فين نخبي عوجه خيرك عبد الله ما ننساه ولا مشيت حتى ضفرت بمحبوبي ما يخصك حتى خير معايا دابا خصنا كل خطوه عملناها نحسبو لها الف حساب وحتى تسلو الشوكه بلادنا خصنا نوهمو داك الثعلب ديال عمه عثمان بلي انا صديقو وما كنجري لي غير في الخير وهذا الحراز خليني نتشاق لك مع الحراز اجي غادي غادي نكلمها كيفاش غتكلمها وهي محصنه محطيه ولكن راه قدامي عبد الله قدامي بلحمها وبدمها يا عساس هادو لا تنساهمش من بعد راه ما قدامك دابا مراد غير فيق الحماق ضرب الحجر يلا نوجدو شغلنا غادي نمشيو اسيدي دابا مالك يا لالا مهموم وحملها عندني ولا قرا من عرجنا انا غادي نكون عقلك مخطوف رجع على قلبك لالا ونسي الهموم والحمل اللي تقال عليك عطيه لي انا مالك يا لالا انا عارفك خايف اللي يكون عمك عثمان جايبك لهنا باش يجوج ثلاث الحرز بالحق الحرز ماشي يحمق حتى يطمع فيك وانت مازال صغيره الا كانوا غير تحرميت الحروب حروب نسمك والله غير هما وجاوبني اللي تخليش بوحدي كنتكلم ما عنديش هوا بالله ما صرت راحه في مقامي فقدت حبيبي دون سلام الناس سبوا في عدامي ما بقى يحلى فيا خوالا منام بعد ما راح من قدامي لا شرابي دوز ولا طعام حتى صرت نحيله مسقامي حسن عوانك لالا قلب العشيق وما يقاسي ليكون غير لقينا شي حد اللي يعلمنا محمود فين حنا انا شنو شغلي ما خلقني الله غير باش لاقي نقولو وقف وتبت في محلك الا تزيد قدام نطير مخك شكون انت ومن جيتي واش جابك لهنا واش بغيتي داك ولدي على الهضره في الشعر والقافياتي اسمع نصيحتي هذا وسير في حالك قبل ما تندم وتبكي فيك عيال امس الخير القمر زين تلبطو عبر عليك دار عليه في العالي امس الخير سميت الشياطين تبارك الله على فتح مرزوق زياده السوق تريكه الفخر المسحوق فين وزيدكم فين هاد الحراز سيروا كلموه قولوا لي واحد سيجي يشوف انا الحراز مو سليمان تحرك من رصامي حتى انا الحراز مو سليمان تحرك من رصامي يا الله يهنيكم انا رخت عليكم لي سيت الاخبار بلي انا جيت لعنده وما علمتوش ويتخلص منكم وكيف نعملوا مو سليمان نحرسوا لا عويشه لا تذكر سميت عويشه على فمك لا با يسمع سميت عويشه ومش يقولوا ما سمع عويشه وسيروا كاع نتوما بزوج كلموه باش ما ينوم على حتى واحد فيكم وهذه البنت هاني حاضيها انا حتى ترجعوا الحق تكون على بال الحراز ما بغى حد يقرب انا هنا غادي يقربها شي غاشي من هنا من هنا بداو المصائب الكبرى يسعد وقتك يا لالا عويشه يسعد وقتك سيدي تعيش يا لالا وعيشوا متالك الباهيات يا هاد الغزال الشارك اللي حداك شكون هي هاديك غير فاطمه بحال اختي سبحان الله حتى انا محمود بحال خويا محمود اسمع يا عويشه انا اسمي عبد الله
وعشر ايام هادي وانا ومحمود كنقلبوا على عمك عثمان فين مخبرك، واليوم عاد عرف لا بلي جابك لهنا ومرادو يزوجك بهاد الحراس. ويلي 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 وحدي انا غادي نهرب لهم كاع ونتهنى. الله الله خربوا عليك البيبان. ودابا شنو المعمول؟ مرادنا نبعدوك من هاد الدار. عمك عثمان راني كدبت عليه حتى فشالي بصرارو ولا كيعتبرني صديقو. ومحمود فين هو؟ محمود موجود. عبد الله مسكين حتى هو موجود، انما انا حير ما عرفتش باش من الطريقه غادي نجعل هاد الحراس يثق فيا ويقربني ليه. هاك هاد الخلخال عملي في جيبك، راه ديال الحراس كان عنده بغا يهديه لالا عويشه، و الا انت قدمتيه ليه يقدر يقرا فيك الامان ويجعلك من حبابه. بعدي ما يتسالك فاطمه، ولكن يكون على بال راه الحراس هذا ماشي دق عمي. بعدي ما يتسالك. يا قلت لكم ما تثقوش في كحل الراس، ياك كحل الراس. عويشه فاطمه ياك ما قرب لكم شي واحد؟ ما قرب لينا حتى سيدي. الحمد لله. هاويشة كيف شفتي يا بنتي؟ أنا راني خايف عليك بزاف. مسكين قلب كاين شيشة سيدي. يعطيك القوة نهضر معاك أنت، يعطيك العمى. دابا أنت طبيب السنان هاويشة. أنت تتكلم معايا هاويشتي؟ هاويشتي أنا شتخيل قلتي الهضرة. بسم الله عليك جاتك حبي اليوم. لا عويشة اش خبار؟ كيف جاتك بعد هاد الدار اللي صوبت لك هاد اليوم وكيف جاك مولاها؟ خير كاسيدي ما نكرو، وراني حاسبك بحال بابا الله يرحمه. بحال اش؟ باباك 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 رحمه الله تعالى عقل عليه ملي كنت صغير تلعب في الزنقة تكلم بالسركوس، كان باك رحمه الله كفا من شيب. ايه مسكين راجل اللي تبعقلو شحال تفنى فيه الزغبي رحمه الله. هذا كتشبه لبا وقيلة تبغي تضحكي معايا ياك. يا خو الناري اخو الناري امولاي الخير فينا واد الحراس؟ الحراس هو هذا وقف عندما حتى لك كنت كاين. ها الله يجيب وليدي. انت هو الحراس؟ انا هو الحراس. اش كاين؟ ها قلنا لك الله يجيب. هذا راه سر ماكس حدي طالع عليك. سر؟ سر بحال كي ما عندكش شغل تمشي تقضي. انا ما عندي سر، كلشي كيتقال جهرا. غير نقول غير قول. قال لك عمي عتماش بشويه تو بشويه. عتمان هو اللي مصيفطك كنتي تقولها لي من المره الاولى بشويه. صبر اللي ما راه كيفاش عامل عتمان ياك عتمان غليظ هو هذاك عتمان. صبر صبر واش نبت فوجو هنا هنا شنو نبت فوجو اللحيه وما بين المنخار والفم شنو الجعافه؟ الجعافه الله يلا عافيه. وهذاك عثمان اللون ديال البداد عثمان بيضه. سير في حالك سير في حالك. البداد ديال عثمان خضراء فيها شويه الخضوريه. يلا اش قال لك؟ قال لك عمي عثمان محمود عرف المكان ومراضي يخطف لك اللحم بين السنان. سكت راني راني عطف على قلب مغيار. ما كتابه مقلق وزعفان عوف بحركة مولاي. يا انا بغيت ترلك ترلك من هاد الجهه بعدني من الدار معلومه يتر ليا حتى الله يسلم عامل الثقه حتى فيا. انا لا وليدي انا ما ثقش شي فيك. هذا الحق واخا كاع جبتك الخلخال. الخلخال ديال الخلخال ديالي انا هذه الدري بخلخال. هذا خلخال عويش دارت لي بها في مكتوبي يا فهيم درتو نشالي كيف المعمول لا تسالني مولاة الخلخال. والله إلا عندهم الحق عندهم الحق. كان عندي واحد الخلخال حطه فوق سليط قام مزوقها وتسرق لي. سرقوا لي دخلتي من الشر جميع؟ لا ولقيتي بحال وحدة السديقة؟ لا لا وحدة السديقة مزوقة؟ لا سرقتي ليا؟ لا ما سرقتوش. جيتي أنا مزوقة؟ جيتو أنا برا وجبتي ليا؟ إييه الله ينتهي على اللي كاين قاعدة مزوقة تيجيبو المولى. أصبر راني داخل الدار ومن بعد نخرجو غادي نكملو المحادثة. يلا ندخلو كاع جميع الدار. لا وليدي لا الدار أنا عندي ممنوع الدخول على الذكور بقى غير هنايا. خينا قريب يطيح في الشقة. عيشة اش كنتي كتسمعي؟ اش كنت كنقول على داك الراجل؟ اش بغيتي لي نسمع؟ انا بنيتي ما بغيتك حتى تسمعي لي كل جبرتك تكوني سمكه مره وحده نتينا وكاع من هذا لا راجل مرجان. غير سمع قلت لك ياك ما سمعتي لي اش كنت كنقول لهذاك الانسان؟ ويلي ما سمعنا راجل. احسن لكم ما سمعت راجل. احسن لك بنيتي كلام ولاد اليوم ما فيه غير النحس والبخس الشبان كلهم خطر. علاه اش كان كيقول لك؟ لكن سيدي اش كان؟ قالت لك لالا اش كان تيقول لك ذاك الراجل؟ وانتي الفضول داخله لسوق الدلاله
غير واحد الانسان جا عندي قال لك خصو باش يتعشى واحد طلب مني 35000 ريال وقلت له ما عندي شيء نصرفه وشاف حاله طيب يعني نسيبته بحاله صافي يلا بغيتي دخلي للدار راه الريح بدات هي بدات تتحرك دخلي للدار علاش بغا يعمل لينا احي انا بنيتي ما تتعرفيش هاي الريح الريح كله خطر الا مشى حتى صاد فيك غتولي كلك تقول توم غتولي مراه سمينه في التركينه وخصنا داك الوقت بالشي تدخلي من الباب سيري دخلي للدار بالك غير خلينا هنا حتى كاع يجي قلبي بغا يشوفو قلبك اجاب قلبك الهضره اجاب قلبك الهضره ما حدينا في الحياه عمرك ما تكلمي على القلب مزيان الا كنت انت ما كتبغيه انا راه كنحبو شوف لك كلام ولا 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 كلام الحب هذا الريح المعكوس هذا كلام المعاني هذا دخلوا للدار بالك الخف هما اللي جا عمك عثمان غادي نصوبوا معاه هاد الامور شدوا البيبان والشراجم والطاقات كل من هي طاقه عاطله على برا شدوها وقلبوا هذيك المشه اللي جا عثمان راه يمكن تكون مش ساليتها عندنا ولا مازال ساليتها وليدي اش سمك الله عبد الله عبداش عبد الله كيفاش قلتي اسمني عبد الله شنو عبد الله غريب تا واحد ما اسمو هاد السميه اليوم عبداش عبد الله عجيب يعني محمود لا لا تا هو محمود ما كنعرفو محمود ما كنعرفو هو انت لا لا تا هو محمود انا عبد الله محمود صاحبك هو اللي جبتك ليا محمود هو اللي جبتك ليا قالك شي هاد الحال الحبوش شي محمود اللي جبتك ليا تا محمود ما كنعرفو صاحبك نعم عبدوش عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا محمود محمود الله قلت لك يا ليدي السي عبد السلام الله يبارك لك عشان السي عبد الصبور الله يبارك السي عبد الجبار المصيبة هذه قلت لك السي عبد الباسط واش دابا انت يعني تحسب واش هذا غشيم جيتي دابا تدوخني وشفتك بحال طمع فيا انا طمع فيك كان عرفك اني ماد العذب الله يجازيك بخير ما كيعرفش يمكن يسخطوا عليه والدي هكذاك اوليدي تقضي هاد الدعاي باش يبعدوا مني الناس ولا رانيش لا خليك لا انا هادشي كله عاطيني بالكفا الله يعطيك الخير ولو كان ما السي عثمان عزيز عليا وحبو قلبي كاع ما تجينا عندك وانا نشوف وجهك لا ظهر ودرو قبل ما نودعك غادي نعلمك بلي راه السي عثمان مشى يجيب القاضي والعدول باش يكتبوا العقد ديالك على عويشه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته القاضي والعدول جيب هاد انا هادشي اللي ظهر لي منو لا تقطع عليا شي سي عبد الله الله يهديك تفاتو شي معايا سي عبد الله سي دغيا عقلت على سميتك بالخف غير قلت لي سمك عبد الله يقول لك سمك عبد الله نتصالح انا وياك نحكي لك واحد اخرى فتصالحوا هذا واحد الراجل كان غادي في الزبقه وتلقى واحد الراجل اخر قال له اهلا سي عبد الله الاخر قال له كلنا عباد الله مازال هي الاخرى فهمت تضحك مازال هذاك الراجل كان غادي في الزنقه لقى واحد الراجل اخر قال له اهلا سي حمزه قال له الاخر كلنا حماميز الله هنا الاخرى فرات تضحك هنا اللي بعقلو تيضحك اي لعنهم طول الحياه جان مدنو قريات خاصه وغزالة عنها يدور تشل مداين مع الدشور يوم وصل لازم مرصب بنت ظريفة عذرة وبهية ولطيفة في العود كاتخبل وتصيح معاه بالحجازي شغول الشام صايلة بيهم عن جمع الريام وعيوت الغار مع الكلام بنت 12 عام عندها في عمرها عذرة مخنطرة في صغرها عندي كابرة لا حبك ساكن القلوب يا المكفوف كيف سكن قلبي حتى ضحيت ما شوقك زايد لشغوب يا المحبوب بيعت مصاب طول الدوام شغل ما لعبت جمالك مغلوب يا المحبوب كايقول في وجدوم نشد الخنصاي فيك ندرك جل المطلوب يا المحبوب كان قبلتي ندت بسايغ المواهب يا كريم الاصل والنسوب يا المحبوب يا همام لا يغضى في الحكام غايب اوف لي بكبال المغوب يا المحبوب
يا اللي من الفراق هلا يهون غير. يعني معك عمي عثمان ما هنا قلبي عليك غير ما خاصمت مع هذا الحراز ودخلت شيطان بينكم وفرقت لكم الشمل باش نتفر حتى انا بمحبوبي حتى انا كواني نار الغرام وصبح قلبي يهتر بريم فاطمه من نهار درت جمالها طال عقلي وتغير حالي ولات حالتي كتشفي العدا والحساد اوعدي الحب والهوى والعشق ونار الغرام محلت صدى في عطاياها قامو كل واحد مقامو في موجتي وضحى بحسامو مع اسهامو يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غرادها الدامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوابة بالمرحمة رحمي يا راحت العقل ترحامي من شفاك طال صامي كيف نبقى هايم ونتيم سليا روفي يا رزال فاطمة أوعدي ما كان هكذا ضني يا بنت الكرام تعذبي بغير سباب غلامك بعد ما قبلت قدامك بالقهار ورعيت دمامك في غرامك ضعت بشفاك طويل ايامي اغرايبي وهيامي لاش عاقبتيني بالظن بعد ما قطعتك وانتي الظالمة رحمي يا راحت العقل ترحامي من شفاك طال سقامي كيف نبقى هايم ونتيم سليا روفي يا رزال فاطمة اوعدي يا فاطمة تبخلي حتى بالكلام ما جا رسول ما قلتي لي كلمة واش ما في قلبك رحمة يا اللي جرتي بالقسمة وحبك ما في قلب القلب زنت نار درامي بردي الصاد الحامي بلوصالو المصالي بشفتك ديك القار فيا الناس ما رحمي يا راح العقل ترحامي من شفاك فاسقامي كيف نبقى هايم ونتيم سليا وفيا رزال فاطمة اوعدي شوفي بعلم حباب هذه الاغلى انت في الحال سليمة حالتي بهواك سقيمة كيف نبقى من سيدي ما بلا سليمة واش انت يا اليوم سمعك صامي بيني جواب كلامي بغيت تفيدك القلب ليلى انا عبدك وانت الحاكمة احلي يا العقل ترحامي فاسقامي كيف نبقى هايم ونتيم سليا روفي يا رزال فاطمة روفي يا رزال فاطمة عبدالله عبو يدك بين يدك يا قرة عياني مالك عامل راسك في هاد الحالة تنكرت في سيفة عمي عثمان باش لاقي لي سوق مع الحراس وجاب الله تعاوني فاش نعاوني باش كشي لهنا انا خفت منه خفتي منه؟ كاع ما خفنا من الرجال نخافوا من السباسات زمان تقدر تقولها لي بوجهو غادي نقولها لي قولي ولكل واحد بغي يجي من جهته انا اللي حمق اللي حرمت محمود من عويشة بالحق اليوم غادي نصلح الغلطه ديالي ودي عويشة ونمشي في حالي راك غير كترقع سيدي الحراس راه بعدا عجبات عويشة هي اللي عجبات الحراس ولا تقتلوا على محمود ولا يا قبلات انا ما قبلش انا اش تقول لك انت مسلطة عليها انا عمها وانا الوصي عليها وكنتي فوق الكلام وزمان عليك ما الله يجعل البركة في الحراس اللي غادي يحميها وحاجة اخرى قام يقبل اشنا هي عرفت اشنا هو الشرط اللي بغات تشرط للعويشة على الحراس الله يسمعنا اخي وتمشي يا عمي عثمان تصدرك كمالك من هذا المكان ولا عمك عثمان ما بغاش يمشي في حاله حتى هو عنده مصلحته اسعفيني يا فاطمة وقبليني نتزوج بك سير هذا الشقبع عند الراس
سيد هذا الراس كنت قعدتي حتى دخلت السوسه لعظامك وعشات فكرتي لا عاد كتقلب على الجوال ياك الى ما ندمت يا فاطمه على هذا الكلام خليت الدل للرجال اللي عندك عيرها اللي عندك اللي مشات كديرها واللي ما عندك عيرها ولا سميتك سيدي مولاي تقعني الى ما يوريك سيد الحداد اش كتسمع عويشة المحمود وما ذا كانت لك الحراس عويشة اش تقول اعتم عويشة المحمود تقدر تقول هادشي فوجه الحراس ما لهم نقول فوجه الحراس علاش يكون اش يكون الحراس لا لا تضي عليك اعتم حتى انت معهم حتى انت تضي انا لا تضي عليك اعتم يا صافي يا غير سير حتى انت كون تضي عويشة ليا وانا ليها هذاك النار هو اللي ما تشوف ولا تشرق عليك فيه الشمس اما عويشة ما هي لك ما تعرفت ملكها هي خصها شاب يعرف معنى الحب والهيام شاب يعرف معنى الحب والهيام وانا في قضية الحب والغرام سماوني حكيم نعلات الله عليك عثمان نعلات الله عليك عثمان نضرق عليك منك نعود نشوف قصتك ما يعاودها انت في المراح يعد انا برجل الدرجة نعلات الله عليك عثمان هذا هو السيد اللي كنا كنتمناو بركتو دخلينا للجامع بلغتو لا علاقة الله عثمان الى يوم الدين ها عثمان عثمان نويت عثمان السلام عليكم وعليكم السلام سيد عثمان عثمان خممت يا منوي صغاليه
اما بنتي عملوا يسرى ليا كيفاش نعمل حتى انا الحيان باش نغلب هاد المدادي كل مره تيتصيفوا ليا في صفها. وقلت ما ينفع لي ما ينفع لي غير حتى انا نلبس لهم كسوه. وجيت سالك داير كسوه خضراء العكاز الشمالي والتسبيح الاجل كوا واش نتوما من صحاب الحراس؟ واش نتوما من صحاب الحراس؟ الا كنتم من صحاب الحراس قلتلكم غادي نمسحكم من صورة بنادم لصورة قطوط، غادي نسلسلكم، غادي نشوهكم بين العادي والبادي. علاش كنت اسمي انا اسمي ما يخفى وعقلي ما يخفى، قاري علم المنطق والسنوسيه والبيان، وقريت بعدهم الخرشلي وكذاك البزي، قريت البزي بالزمني والرهوني والرساله وابن حجر ما خفاني. يا الفام الغام صغري بغيت نحدك بسير نظامي وبحسن نظامي، قريت على هالحكمه قاري على اصحاب الحكمه، ورويت رويت ارويت ارويت ارويت, أرويت, أرويت عنهم الاسماء شحال من خدام قريب لخفا علم النار قريب لخفا علم النار شحال من خدام عندي طيع القوالي سلمي عارض الله عليك ولي الله جيتي فوقتك باش تعاون على ذاك الحراس تنتقموا منه. ياك ما انتم من صحاب الحراس. لا سيدي احنا من عزيان. هذاك راه واحد كافر بالله منه ما كاين. جينا انا وين نخرجوا من عاصمته العذراء ملكها بالغدر ونسجنها عنده في القصر. غادي نخرجوها من يدو في البطر. احنا جينا وجبنا ليه محله. محله؟ ايه جبتوا ليه محله؟ وين عباد الله وين تجبت لهم حتى جايبين لي محله؟ تعدي عليا الضابط وتعداو عليا لكون ما تذكرت ليهم ما عرفتش واش انا هو الحراس. جبتوا لي الكفار بالله. يا سيدي حيت جبتوا انتم محله حتى انا راني جايب محله. هادو راه مؤمنين صحابي كلهم جايب محله وغادي يهز واحد المنبر يهرسوه على راس الحراز. وصحابي انا وصحابكم انتم غادي نتعاونوا وياد الله مع جماعه. سيروا تسناو لي حتى هذيك الزيتونه قرب الكديه هاني غلط عليكم وياد الله مع الجماعه. الله يرفق الله. شعبت لهم كفر بالله تعتوا عليا. شعبت لهم فاتح مرزوق شنو هو تنبي شنو هو تنبي انا الا بشر بحالي بحال الناس. عشقت واش انا ما عندي شيء الحق يكون عندي شي شويه ديال الحب؟ كيفاش نبقى بوحدي؟ تحاموا عليا وليداتي غدروني عدياني الضار هذاك محمود. كل مرة تجوني في شكل إنما أنا حاضي لهم. أنا حاضي وإلا كانوا هما دياب أنا سبع وعند فورا يظهر الحساب. ما يخسر انصلحوا ما نفسدوا. هاي من فضل الله يا
انت معاه بس مصري ايوا هادشي هذا الدار اش خصكم اولاد الشيخ واش بغيتو واحد القصعه ديال بنتاز زاد ندخل الله نعطيكم حتى الخير شوف غير سكتوا السعد جا الباب دارك والخير جا عندك الحراس وغنم من الوجيبه قول مرحبا بهلكمان قول مرحبا بهلكمان تعرف سيدي رحال جدنا وانت يا جيتي غرنا لازمنا نوريك سرنا دخلنا الدار والقصر كرنا العود والسهر جنائي الخير والسر ود عليه انصاقا لس جاوبني عن هاد القوال سيدي رحال سيدي رحال حقا ولي الله كميل 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 ليس نبي ولا مرسل لا لا شتكم انتم هنا يا عشرة طوال قطاتكم كيف الكبال وركبكم كيف الجمال وكمال 11 ختال جايبكم انتم الحمية جايز فاسح برزوق كربوا أجلاس نكرموهم بلعب كويس لعنة الله عليكم لعنة الله عليكم هذا عاوتاني هذاك محمود جاي ليا اجيو لهنا وليد انت اجيو الكفار بالله شتي مازال زايد فيه بالحق عيا ما يكتمش راحتو وصارو وطوع الجمار سيارو وجلس وحدو يخمم ويقول كيف يعمل مع الحراز واش من حيله تنفعو معايا حرست عنده توبت اللبية شملها له زين تسمية وشلست حاضي عن التوام منضف القلب والعروق يا جلدتي بهواك فاليا وشوق مع الغرام للقلب الحاس ليش فزت براحة ولا مشارية ومرابي يا ابو حرام بنتك تعجاز واجلي بنفقدك بنت معاوية وجدتها حول القهر وريقك حرام اغزالي ذاتي واقفاني وشوق مع الغرام للقلب نحاز ليش فزت براحة ولا مسارية ومرامي يا ابو حرام منك دعجاز نواجني من فقدك بالدم حاوية يوم عليا بهاك بالقهر حراز امال حرازك الغزال راضية كلكم غدارين كلكم منافقين كلكم ما تتخمموا غير في مصلحتكم بالحق وصل الوقت فاش غتعطيوني الحساب انا هنايا غتعطوني الحساب واحد بواحد فاطمه غتقول لي علاش خرجت للسوق بلا خباري وانت سيدي سمسم بالقلب قبل اللي درناك تعس علاش صلحتي وانا يا الحراس انت حريرتك حريره من بعد نشوفوها اش عملت لك الحراس كيفاش اش عملت لي نسيت هذاك الشيء اللي درتي في السوق انا انت يا الحيط القشاش كذبوا عليك لعبوا بك غروا بك العديان بركه عثمان بركه ما جابهنيش هذاك دابا مازال تكذبت فاطمه احكي لي القصه من اولها الى اخرها مع عثمان انت سيدي هاد الصباح ما بيا ما عليا كنصلي انتي كتصلي شنو تعرفي بعدا فين جات القبله شنو خرجت للسوق وانا سمع مني عثمان كيعيط ليا عيط ليا وبدا كيشكي عليا بالعشق والغرام ملي في الدار كمل قال لك با يهرب لك بلا العويشه ويتزوج بيا بحق انا ما قبلت ليه لاقاش هو كبير عليا وانا باقي صغيوره قزيبير في سليله قزيبير في سليله انتي انت سيدي سمسم بالقبقه ملي قلنا لك تعس لينا عند الدار ودرناك عاد تعس لينا عند الدار ودرناك عساس دابا انا خصني العساس اللي يعس على العساس والعساس اللي يعس على العساس اللي هو عساس على العساس انا سيدي كنت حاضر هاد الاولى اياه اليد على الطبق والعين على منصب لا ظهر الثلث الاول الليل ما كيكلم هذا كله نعاس الثلث الثاني بحال خوه الاول حتى هو نعاس الثلث الاخر في الليل ما شعرت حتى لقيت راسي جالس وسط جماعه البنات سبحان الله خلقهم جماعه كتغني ليا من داير وجماعه كترقص ليا هادشي كله كذوب وما كيمل حتى كلمه صح ويلا قالت لك اذكر لي سلا باغي نتزوج بها راه غير كدير الدعايه لراسها في الحقيقه هي راه تتحبني
ولكن انا ما تنحباش. انت دابا اللي معفر على هادي زوينه. كيفاش انا زوينه؟ اي لا بسم الله الرحمن الرحيم. القضيه زادت لنا ملكه هي وخدها محجوبه والريم حدا والسعديه الغزال زهره وعبوش وراضيه بلالا وزاهيه رقية وحمولة حبيبة هادو 12 دخلوا بشراب المعرقماش المعونة مقوم والعضرة نحكيها شي غزال وقصايا الحراز باللي زد أنا يا قدامه بركة بركة من الهضرة بالمعوز والكلام من تحت لتحت اش ظهر لك عثمان؟ قلت لك يا راه كتحبني ولكن انا ما تنحبهاش. انت دابا اللي معفر على هذا العجب هذا. قلت لك يا راه تتحبني مني كنت مازال صغير. على فين عمرك كنت صغير عثمان؟ انت من خلقك الله وانت قداك ودا. واش دابا غير اللي جيت نهضر معاه ما كاين غير الكلام على الحب وعلى الغرام؟ واش عندي انا هنايا سوق الهوى والشباب؟ ما احنا الحب في المنام. طلق عليا تماتك كلام احنا الحب في المنام. عاف الله عليك. سعدي يا فرحي سعدي يا فرحي هذا هو اللي مكلف بالعزة. وليدي فادي وليدي فادي لا ياك لا يباد غير ناعس غير ناعس ياك ما زعزناك سامحنا سامحنا اش غادي فيك من عاد باقي نتوما تقدروا تتوبوا نتوما انا سيدي لا باقي نعس زوجني بفاطمه شويني فيك انا سيدي لا بقيت نعس زوج عليا بلاصتك لا 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 اللي بغيت نقول لك انا لا ولا انا بركه حتى نتوما الا طلعتوا لي الزعف راسي غادي نزوج فاطمه بمرزوق ومرزوق بفاطمه او احسن نزوج فتح فاطمه وفاطمه فتح قلت لك يا عثمان انا راني مستعد ننسى كل شيء كل ما درتي لي من كذوب ومن دهوت انما راني في الحقيقه ما ناسي شاي ما ناسي شاي ما ناسي شاي ولا عاودتاني تقلبتي عليا راك ما تشوفش من عندي الموز ولا الصفا راه غير الشياطين اللي بغاو يفرقونا اما عمي عثمان ديالك انت ديال عمي عثمان بالحق انا ما خرجت عليا حتى نترك الماء كلمه الشرف عثمان لقيت راسي جالس وسط جماعه البنات سبحان الله خلقهم جماعه كتغني ليا من داير وجماعه كترقص ليا هادشي كله كذوب وما كاين منه حتى كلمه صح وإلا قالت لك هذكر لي سنه باغي نتزوج بها راه غير كدير الدعايه لراسها في الحقيقه هي راها تتحبني ولكن انا ما تنحبهاش انت دابا اللي معفر على هادي زوينه كيفاش انا زوينه اي لا بسم الله الرحمن الرحيم قلت لك عثمان هذه القضيه زادت لنا ملكه هي وخدها محجوبه والريم حده والسعديه الغزال زهره وعبوش وراضيه بلالا وزاهيه رقيه وحموله حبيبه هادو 12 دخلوا بشراب المعرقماش المعونه مقوم والعبره نحكيها شي غزال وقصايا الحراز باللي زد انا يا قدامه بعد وصلنا الباب نقصر نطقونا رصاد تقولوا تواجب يا حكيم بركة بركة من الهضرة بالمعوز والكلام من تحت لتحت اش ظهر لك عثمان؟ قلت لك يا راه كتحبني ولكن انا ما تنحبهاش انت دابا اللي معفر على هذا العجب هذا قلت لك يا راه تتحبني مني كنت مازال صغير على فين عمرك كنت صغير عثمان انت من خلقك الله وانت قداك ودا واش دابا غير اللي جيت نهضر معاه ما كاين غير الكلام على الحب وعلى الغرام واش عندي انا هنايا سوق الهوى والشباب ما احنا الحب في المنام طلق عليا تماتك كلام احنا الحب في المنام عاف الله عليك سعدي يا فرحي سعدي يا فرحي هذا هو اللي مكلف بالعزة وليدي فادي وليدي فادي لا ياك لا يباد غير ناعس غير ناعس ياك ما زعزناك سامحنا سامحنا اش غادي فيك من عاد باقي نتوما تقدروا تتوبوا نتوما انا سيدي لا باقي نعس زوجني بفاطمه شويني فيك انا سيدي لا بقيت نعس
زوجها لي بلاصتك. لا 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 اللي بغيت نقول لك انا لا اولا قلت لك انا بركه حتى نتوما الا طلعتوا لي زعف راسي غادي نزوج شي بشي وانت هنا غادي نزوج فاطمه بمرزوق ومرزوق بفاطمه او لا احسن نزوج فتح فاطمه وفاطمه فتح قلت لك عثمان انا راني مستعد ننسى كل شيء كل ما درتي لي من كذوب ومن دهوت انما راني في الحقيقه ما ناسي شاي ما ناسي شاي ما ناسي شاي ولا عاوتاني تقلبتي عليا راك ما تشوف شيء من عندي الموزون الصفر راه غير الشياطين اللي بغاو يفرقونا اما عمي عثمان ديالك انت ديال عمي عثمان بالحق انا ما خرجت عليا حتى انت الكلمه كلمه الشرف عثمان كلمه الشرف اللي عطيتك هي اللي كاينه انا اللي خصني هو نتزوج بعويشه وهي قابله قول لي عثمان هو اش خلى ليها بالي وبغينا نوقفوا البيضه في الطاسه اش خلى ليها اش خلى ليها الزرد دويرار اشياء شيشه قصه طيح هي هذيك لابد تقولوا لي ولكن من غير هذا الشيء اش خلى ليها الوصيه خاوي اخويا مسكين ما كان يكسب والو وحيد خوك ما كان يكسب والو علاش طمع فيا نخلي لك هذا الوصيه وديما تابع لي باش نخلي لي كل ما في الورد راني ما كنطلبكش على الحراس تنشرط عليك الا بغيتي نتزوجك بعويشاتي خصك تكتب ليا قبل ما يتكتب العقد باللي راك تدخل على كل ما في الوصيه انا ما نسامحش غير في الدويره ما نسامحش غير في جوج ديال الدور في ثلاثه في حومه في الدرب في بلاد كلها على عيون عويشه ومصابر صابر تحبني بصبر مصاب لقى غير شي دواء باش نخرج هذاك السم اللي ساكن ليها قلبها هذاك محمود داك عفو الله ما عرفتش شي واحد صاحبك يقتل يهني منو خلاص كاع واش انت ديما معبس والضحكه ما تطلعش على وجهك وبغيتها تعطى قلبها لا 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 عثمان انا ما تحملش داك الشيء ديال الضحك ما تحملش كاع السلام الكل انا اللي عزاز عليا هما الناس اللي معبسين الناس اللي ديما تيبكيو كاع الا لقيتهم تيبكيو هذوك هما صحابي وعزاز عليا الناس اللي تيغنيو ايها الراقدون تحت التراب يا نعم اللي خصها شي راجل اللي يضحك في وجهها ويبتسم ليها لا 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 تتعرف بنات اليوم تيه ودرت ليه وراجل تيلعب بيدي ورجلي ويني انت بس لا عثمان تيلعب بيدي ورجلي ولي ما عنده رجلين اللي هو زحاب باش بغيتي يلعب عثمان وهذيك الجنيه ديال فاطمه حتى هي حتى هذيك تي خصك تضحك في وجهها وما تطيروش ليها راه هذيك هي السرد باش نسدود قلب عوشه وإلا ملكت ليها في يدك راك ملكتي كل شيء غادي نعمل بنصيحتك يلا سيدي راني داخل عندها فتح مرزوق ايوا اي 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 اش انت غادي نقشها ولا تلاقى بشمايا الحراز وبين التبسيمه ما قديت انا ما تعرفش هادشي ديال الضحك ما قديت عريشه 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 عبيد الشعر وقفت تركب قضية على احسن ما يراد مسكين هاد الحراس تاق بيا ملي قلت لي الوصيه خاويه ما عرفتش باللي خويا الله يرحمه كان اغنى راجل عندنا في البلاد وهذا هو السبب علاش حرمت محمود من عويشة كنعرف ما غاديش يلتيا من وراه غير الريح وهذاك عبد الله تيخصني نحبي منو راسي اللي خسر ليا العلاقه مع الولد القضيه ناجحه ناجحه هادشي علاش نتويا الرتيله قولي انت مرادك غير تربح غير تعويش على ظهر الفراش القرامه غير تسدي غير الطبانيه تاع عمي عثمان القضيه في امان الله وحفظه هو داخل سوق راسه الاخرين قاعدين كيحفروا لي حفره فين يطيح بغاو يظلموه مسكين بغاو يظلموه واخا هو ما كيظلم حد لحق ما حكى انا خدام مع عمي عثمان عمي عثمان واخا هو كيشك فيه وكيحسب انا من عديانه هادو الدماء ولدي عبد الله يا ولدي عمك عثمان اللي كان مغرور فيك كان ولاد حرام بغاو يخاصموني معاك انت واحد منهم مع عمي عثمان ما فلتي غير بالمشقه ومازال كيوجدوا لك فين تغرق ان شاء الله كان عرف ولدي عبد الله كان عرف نحمد الله اللي لقيت جنبي ولد الحلال بحالك احيا انا عمي عثمان مازال ما عرفتيني وكان اما كون عرفتيني صلي على النبي احكي لي يا ولدي قالوا فيا العديان لا غير اجي وحكي وكان عرفتي خسرت بس بعد داكشي اللي قالوا على حساب كان طمع فيك كان بغي الفلوس انا راه ما كيعجبونيش الفلوس انا ما كيعجبوني غير الفتوح يا ملي غير الفتوح شي باس ما كاين عبد الله خلينا وليدي من اللعيبه انا دايز عمي عثمان حتى كنشوف داك محمود وقف مع واحد الجماعه ديال الشلابيه
السرة وكانوا كيتذكروا على شي وقامه وقا خلاها با تعويشالو وصيه وكيتاقوا باش يمشيو عند الحراز ويقولوا ليه داكشي اللي فيها السرة السرة سكت الحراز انت واحد الشيطان من الكويكينات. انا دخلت عندها ويشا ولقيتها ضحكه ومن شرها قربت وجهي عندها وهي انتفت لي طريف ديال الحياه وضحكات. عاوتاني قربت لها عاوتاني انتفت لي طريف ديال الحياه عاوتاني ضحكات. الاخر قلت لها بركه بركه بالضحك بركه بدي بالحياه وقالت لي مشي نجيب ليها الشيخات. ايوا عندها الحق من رجعت لها للدار وهي محبوسه تيخصك نعما سيدي تخرجها للعرصه تشم شويه في الهواء وتجيب لها الشيخات. لا لا العرصه لا الهواء لا الشيخات ممكن ممكن. عمي عثمان بصح انت مراد غير في الورد ديال عويشه وفي الملاكات اللي خلى ليها باها. واش بغيت تسكت ولا لا؟ اش قال لك هذا عدو الله؟ هذا اش كيقول لك هذا؟ لا عبد الله راه وليده غير مازال ما عرفتيه. هذا عمي عثمان بصح قلتي الحراس نوصيه ما فيها غير دويره هشيشه وراشيه وكذبتي عليه. واش بغيتي تسكت ولا لا؟ اش كيقول اش كيقول على الخربه ما سمعتوش؟ اش يا عمي عثمان ما قلتي لي كاع ما كتحمل الحراس وغير كتنافقوا علاش عمي اللي كمسكين؟ راه بدا تيغلى فيا الدم وقربت نزعف. عمي عثمان اش عثمان الله يسخط عليك. لا بس عثمان لين غادي؟ عند عويشه. شويه عليك ممنوع من عند كل يدخل عند عويشه. لا حتى لا عم ما عمل فيها ثقه. انا انت مالك ما انتش اي راجل. انا بنفسي ملي كنبغي ندخل عند عويشه كنقلب واش انا هو انا ياك ما يكون انا هو شي واحد اخر. جيب دوره على الزنقه. هضر معاها راه كاينه واحد الطويقه ديال الحمام عطيه في الزنقه الاخرى. هضر معاها من الطويقه. او عدي الطويقه والهوى والعشق ونار الغرام محلت صداف عضايا قامو كل واحد داير مقامو. شنو مقامك انت؟ انا ما نقولك حتى نكون بيني وبينك. على مناش خفتي؟ خطلطي عندنا القضيه وهي كتعلق بك وبيا وبعويشة بالورد ديالها والطويره. اولا انت منع عليك منع الكليين باش تتكلم على عويشة. ثانيا شكون قال لك واش عندها في الورد غير دويره؟ ثالثا شكون انت؟ رابعا اني رانا ناكرك. خامسا انا متخاصم معك. دويره على رقبتي دوك اللي تهموك بالعياخه الا غير تحدوا عليك. اما راك بهيمه بلا ما يقولها لك حد. على هو غير قال لك الوصيه ما فيها دويره وتكتي به. علاش كاين فيها من غير دويره؟ عمي عثمان كاريني ما نقول هذه الهضره لحد. بالحق انت غنبوح لك بالسير بلا يدك بلا مزونه. اش تيقول لك هذاك وضح حرام؟ يا ودي ما تعرفش يا عبد الله راه وليد الناس ماشي راه تقي وطاهر وصبور وارع. قال لي كاع هو بفمو فمو قال لي دابا عاد. عويشه طلبتني نجيب لها الشيخات. الشيخات الشيخات تعرف الانسان مغيار. شوف واش الشيخات شيخات. خينا بدا يتيق بيا تحسب لو بديت نتاخد بيه. خينا بدا يعطي في الصنارة. على سلام تذكر المحط الفخ الفخ. اش قلتي؟ اش قلتي هو انت؟ انا قلت الله على نسمع. هذاك راه غير الغربي طاح في الفخ. طاح في الفخ يا عمو العودة. قمتلك عليك الخبيثة خير الزين. شكون كيقول الحراز اخويا؟ هو انا. صيفطنا عندك واحد السيد اسمه عثمان. اي على كذبة عثمان عاد مشى من هنا. باش نغنيو ليه؟ ايوا نقصوا ليك. مرحبا زاد البركة. منين انتوما؟ احنا جينا ليك من فاس. إلى دار تبارك. أنت يا حكيم عز الناس. جبت لك رباع الزهوز السلوان معاك في القصر حتى الفجر. يلاه. تتعرفي ديري انتي كنشطح اخويا. يا غادي نشطحو جميع. عطاك خينا بدا يدخلو الشك. كيف جاتك الربعه الحراس؟ ربعه تبارك الله تبارك الله. شكون هي الشيخه فيكم؟ انا اخويا. انتي حصله محصله جايبه لي محله. روحي تشوفي شي قشله
يا بنت الزغبية انتوما يا خصكم طباخ وخباز وانتوما جي تابونا عليكم خاسبو تابونا على الله إلى يوم حسابو تعالى الله عليكم هذا عاوتاني هذاك محمد جم ربيان يكون غير عارف شكون هو فيهم عبد الله هاد الناس هادو ما تعرفهمش ياك لا والله العظيم ما كنعرفو به ومحمود ما واش يفوز منهم والله العظيم ما كنعرف محمود وما جبتيهمش انت هادو والله العظيم ما جبتيهم وانت كاع ما تعرف هاد الناس والله العظيم ما كنعرفكم الحراس الحراس شحال من شيخه قلت لي نجيب سر الاخو هو اللي راه الشيخ هاد جاو واش ضحكوا عليه انا وياك قول لي انت اللي جبتي وغير باش ضحكوا عليك والله العظيم ما هو انا الشيخ هاد انا الشيخ هاد بركه شكون فيكم الحراس اخويا هو انا الله يخليك عندي واحد المشكل بغيت نتذكر انا وياك واحد الخمسه ديال الدقائق دقيقه الله يجازيك بخير ما حدي محصل على هذا راه هو محمود شدوا لي هنايا شدوا انا راجع عليه عندك تمشي تطلقه عندك تمشي تطلقو حيت شدينا محمود خصنا دابا ما نطلقوش اش قلتي يا وليدي هي القضيه ديال كنت عينك وجلاني هذه لوحه الدمعات فوق خد الوجنات من الفراق اللي نهواك يا عيني يا شوفها يا وديد في تلك يد قلبي لعاد ليه ونغي والحروب هم انشيا كيف نعمل قلت راسي اكتير النهرات اشلك من صولات ياللي نازين في دواخلك مكمية ما الهاد الحراز جفا والارطاب حيلات ما تدخلوا خلات ما يتيق ولي تقيم محمود محمود جاي حرز غزالي بودلان حرز عني سودنجال حرزها وحدها على عيون عداها فبساط صوتني يرضها وعمل كل ما تمنى ذات الجمال ما يوصلها واشي ولا تشاهد غاشي رسول راسها كيف يظل اللي بات عالزهو الفرجة بالغصان الصفرة والكيسان فبساط محصن بصوار عالية وقفلوا بيبان فرياض منعم بشجار باسقة الطيار في الشجارة ناطقة وجداول بمياه دافقة والجاموس روج والمهر وشتادي متى يخصى والفي غير تزور ناسها أو يزورها على مجيهم تغنم فرجات هك بنيتها لولا رقيبها حرزها وانا كيف نعمل واش المعمول واش من حيلة تنفعني معاه حتى تدرج في بطاحي وتعنقني بالضاد ونحوز ديال الماء حراز غزالي بودلان يا طنيا وغضبان غضبان ونسف انا عارف شكون هاد الخبيت مش حضافية الوجبة ومش حكى الحراس على الوصية وفي السر له شكون فيها حتى طردي الحراس لدى برسامو وحرم عليا باقي نقرب لساحته ايه الله يرحم سيادنا الاولين قالوا كل من هو طماع بصيرته معمية ما يربح ما يخلي من يربح هاش جاب كل عرسة منتو في الراس تبارك الله على عبيد الله تبارك الله على اللي ما في قلبه حتى قطرة من دم الإسلام كيف تقول لربك يا ابو دعوات يا قبيح الفعلات تبارك الله على عمي عثمان ملي كنشوفك مبشور وعلى ما تصور ظهر على كمالك دخلت عليك بالله علاش من قبلك كتصلي وجه النحس لا لا عمي عثمان حشمتيني على وجهك ديال الحشومه يا المقصدر ظلمتيني وحقرتيني ظلمك يا عواد الوالدين
إلا كنت تبكي على شبابك انتهى انتهى شبابك وما نعادوا شايبي ولا كنت تبكي على أحبابك ماتوا مات النبي المبعوث إمام المرسلين الله علي وعلى علي إلا كنت تبكي على ما تعبتني دار الغرور تفنى ونعودوا راحلين وإلا ظلمك شي حد سرقوا الله حسب الظالمين أخاف الله وأهلا يغويك الإنسان داك الخير اللي عملت فيك لوجه الله أش من خير عملتي فيا كذبت عليك وتحيلت عليك حتى وريتيني فين مخبي عويشه من تما بداو المصايب يا كان كان الخير ياك نسيتي بلي انا اللي خاصمتك مع الحراز ودخلت الشيطان بينكم يا وطرني انت مولاه الفايد انا عمي عثمان انا انا الا عملت الا عملت الخير كنعملو قرجه ما كانت هنا حتى كنغرق صاحب دعوتي وشفتك اولادي يا عبد الله كتقول لي هذا الكلام وانت فرحان وضميرك مرتاح من نهار خلقني الله وانا ما كنعمل غير الخير اسمع هذاك ردي البهات إذا كانت الشركة تعمل أنت كتحسبو خير كيفاش نوى الشر عندك؟ هو اللي عملتي أنت أنا كيف تقول اللي خلقك يا الظالم فرقتي بين زوجة القلوب تعادوا يتزوجوا من الصغر ولكن طمع خلاهم يتعذبوا ويقاسوا الهوال ما همك الحب اللي كيجمعهم لا تنساش بلي الحب راه عز الله ويجعلوه في مقام عالي الحب حتى أنت أصبحتي كتعرف الحب كتعرفوا كاع أنت اللي شرفتي وقربتي تعطي الشمس بظهرك سيما أنا اللي باقي حليب مي بين راسي تبارك الله على العجل ومنين تا ولاو الجمال بحال اللي كيعشقوا النهار ولاو الشياطين بحالك في كل مكان الله يمسخ الحب اللي عرفوه تلك على يميني في الحال يبلي بحالي وتشوف مجراني مع ناس الحال الشي نكتب العالم فوق جبين بنادم ما يمحي وعدو الملام ما يمحي وعدو الملام قولوا لهاد اللايم سلمت ضحى سالم من طعن سيوف النيام من طعن سيوف النيام ما بهدوك عوار ما جرحوك سوار ما دقتي كاس المدام ما دقتي كاس المدام ما رشفتي عمرك من مراشف ما قبلتي خدود ما بترقبك من ضماك خايف ما عاديتي حسود ما قسمتي ديجور بلو لايم الايم وايا اللايم اجي نوصيك لا تلي تلوم ولا تبوح بالمكتوم ولا تبوح بالمكتوم والغرام ما يلام امام النمتال كلامو جالو في الغرام وهمو وضعو سيرتو وحكامو ولا تعاكسي يا مو ولا تعاكسي يا مو يا مالكي يوم تجينا ودوك الهلال زهينا قاشتي يا سقينا بالعطار وطيب الزهار خذ نصيحتي يا عمي عثمان اسمع القوات تخيرك الماء من تجي يا اما تعاوننا حتى ترجع عويشه المحمود وانا كنضمن لك النص الاول يا اما راه تمشي بيدك على قلبك ويمكن لي نطيق بك سبب هذا عهد الله بيناتنا دابا من عطينا عهد الله كما بغيتي نعملو قالك الصح اجي قلت لك صح شكون اللي قال لك تخاصم عليها محبوبتي كانت تخوزي وعلاش العبد حتى يحس بخوف خلينا مرزوق نبقاو مزيانين فاطمه عطاها الحراز لي انا ماشي ليك انت ومحبوبتي انا ماشي محبوبتك انت وهي فما قالت لي هاد الصباح عطاتني العهد حتى انا عطاتني العهد وعطات لكم شاد ديال الحمص مقلي حتى دابا ما غلط غير تمسنا فاطمه موجوده واللي بغاتو تدي متفقين هي واللي بغى لي قلبها وعلى هي الحمق هي غتخليها تقطيب الخزران الطولة والتجريدة من العين تبقى ديما بعيدة وتبعك انت يا مهيريج الدجال هي إلا بغات تختار غتشوف من جهة الحسن والكمال لون الشمس الذهبية يا وعدك اللون الخمري علاش تبع على الأرواح ادفع الحواري إليك ماشي بحالك انت اللي صبح عليك خسير جاي عاود نعاسو أبو عو ومشيتي غلط ومشيتي غلط أصلو من مخارة أشوها في الرجال تبع ده ما فيك ما تختار ما لايق لا العادة ولا العبادة أما أنا يا لهبي لوني لون العنبر والعنبر قليل وغالي سأل عليه التجار يحكيو لك على ثمنه واش ما عرفتيش يا الرقيلة باللي لوني لون الليل والليل جنة العشاق اللي قالت فاطمة هو اللي يكون اللي قالت هو اللي يكون اسمع أنت حتى أنت معك إلا باقي شي واحد تبعني لك الشينة ولا ضربني بكتفو ولا شاف فيا بدك الشوفات الخايبات غادي نشكي به للحراس انا ما مرات نحبك لا تقلقي بعدو مني زو بعدو مني بعدو مني لا لا ماما الى عصينا رحنا لله طيبين العبد اللي فلك سيما ما روح التايل ومخوف
عطي الماما هكا ماما دقوا لخلانا خراس كوار ونغانا وميات ريالا باش نكافي حسن ماما هكا ماما عطي الماما هكا ماما خبز السرغينا انا اكل فيه وندوقو خلي مولاتو بنت حليمة اللي هداتو هي مولاتو هكا ماما عطي الماما هكا ماما واو سير يا محبوبي شهد العملة عملت فيها كترت عيوبي وشفيت الحاسد الفيها أكا ماما أعطي لماما أكا ماما الزين الزين ما ندوزو لو كان نموت بالحديد وتكون السلسلة عليا ويكون رصام هجدي هكا ماما اعطي الماما هكا ماما سمعتوا ما دركا تحبوني بجوش ايه ماما بالمعقول بزاف بزاف وباش غادي نعرف اللي كتحبوني وما كتكتبوش عليا انا ماما عشينا بيديك خبزيني كيف بغيتي وانا تيغش تحت رجليك اشتفع ليا وفرك يفرك هذا واحد الراجل بغي يعطيني ورقة إلا خديتها منه اش اش ما تقولوها والو للحراس راني حتى انت ما سهلة فاطمة طبعتي جوج الرجال كل واحد فيهم ياكل سبع بحركم مالي قياس حارو فيه الرياس شحال غرق من الناس تغلي غرق بيا طل الهضره وقولها في الورقة سلمى لها ويش وقالها تعمل داكشي اللي فيها ولا بغات تقول لنا شي حاجة تكتبها وتصيفطها لينا وانت فين ماشي غادي نصب الفخ وانا باقي ما ساليتيني محبوبي محبوبك غير منه انا كل دير كان حبيبه غير نساليو هاد العصيده ونعصو حتى حنا حريرتنا ولا عين فتح ما عم تكلمت ما سمعت شي مرزوق اش قبت من عند هذا الراجل اجيب الراجل اجيب الراجل دابا عاد عرفتكم كتحبوني وما كتكتبوش عليا ولكن نتوما دروك كتحبوني بزوج وانا خصني نحبي واحد فيكم خصني كيف ندير اختاري انت ولا عجبك واللي بغيتيه هو اللي تحوزيه حلي عينك مليح وعرفي كيفاش اختاري راه الزين ما يخفى وحروف ظاهرين راني حداك ماشي بعيد عليك ولا قال لك الحق ما عندك تعمل علاش ندمي تمشي تختاري شي واحد فصلته وفصلت البلوطه راه غير الفرشي لا ماما عطي الماما هكا ماما احرس 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 واش مازال ما بغيتو تفدو عليا من هاد الشي ديال الحكومة واش وقت ما درت كنلقاكم هكا ماما عطي الماما عاوني تسرقينا فهمتي عليا بلاد عاوني تسرقينا راق ما فيها بس ما فيها بس كنا عايشين في هذا الشيء ديال الحب واحد اعتمد ما بالكم شيء السلام عليكم نخلو دروجكم حتى انتم وقفوا نخلو نخلو حتى الجمهور غادي ينخل اعتمد رد سلام الحراز انا مغنط سلام علي انا اللي سلمت عليك شكون انت السي في كيفاش شكون انا؟ انت انا عثمان عبعوشة عثمان؟ تتعرفش عثمان انت؟ عثمان؟ ما سمعتي انت مش عثمان؟ عثمان هذاك اللي تيبيع القلية حق هذاك اسمه سي الحسين الروداني عثمان مول البرودكشن حق هذاك مات وكاع ما كانت عنده السمية عرفتي عثمان توبا عرفتي شو عثمان؟ الحراس قي راسك من الملاغة وعندك الظن مع راسك إلا كنتي نتا مطور أنا بالحيالي تضربني متعب المهم اش بغيتي يا سيدي جيتي عاوتاني تكلمنا على هذيك الخربة قيسها طيح خريبة راشية هشيشة مشيت نزورها حقيقة من على برا مسوسة ملي دخلت لداخل اش من جنانات هادو واش من عراصات واش من مزروعات واش من أزهار وشحال اللوبيا فيها اللوبيا واش لبانها ولقيت فيها النعناع ولقيت فيها ترقال هادي وديور تكتب عليا هذا عثمان هادي فرحتك بيا وانت ليا نسيتي هكذا الناس تيقابلوا حبابهم ابعد مني يا عثمان بعد مني يا شيطان ولا راه غادي يولي نهارك ما نام
دخلني عاد البنت تشوف انا تحرمني من وصولها لان امام الوراه والصاله صلاه الرحم بعد مني من هذا البهتان. الا ما غادي يسمع بخاطر غادي ندخل بز منك واللي كان فيكم راجل يمنعني. الحاجة عثمان التركيبه تبردوا لك يا زيد مالك وقفتي؟ الا تمنعني من النهار القادم ندعيك. علاه جلالك حتى بغيتي تدعي؟ هاك على وجهك عثمان. عويشه انا عمك عثمان جيت بغيت نديك. وشكون رغبك؟ هاك انا وجهك عثمان قلت لك شكون رغبك؟ عويشه محمود تيقرا لك السلام. انا ما كنعرف لا محمود لا محمود الله يخلي ليا الحراس. لا يحبوك تتهنى لا تتعب ولا تشقى. صافي 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 دخلنا للحب الكبير يا كان كرت الخير. سير قول داك محمود ديالك الله يشويني فيه بالزنان والكواح والدخاخر طلع العين من السماء. دابا نسخط عليك ودعوه العم مقبوله. ومنين كنعرفك؟ اش فيك ما تعرفات؟ اش فيك ما تعرف؟ ياك ما قريتي بطال ودابا تشوفيني على الترقد. واش مراد تفقسني وانا مريحه؟ ماما دخلوا ليا بالبنت دخلوا بالبنت. اي تفقس ليا البنت حتى ولات تفقس عليا. دابا سي عثمان لا اله الا الله دابا وليتي مسخوط بنت خوك. الله يبقي ستر الله يبقي ستر. الا تبقى فيك راه ما عندي صده. دابا ما بقى عندك لا اهل ولا احباب غتبدا تبات في القهاوي يا عثمان. غادي تلقاني هي هذيك غادي تلقاني. الا تبقى فيك راه ما سميتش يا عثمان. اسمك شافين عمرك هاد سميتك عاد ادفع يا سيدي 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 لا 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 كفايه منا يا عمي. دابا داكشي ديال الحب في راسه فيه تفقصات حتى طحتو وقاسوا على الرياح. قاسوا على الرياح هذا لا لا ولاد كتقيس زعما كلين على انت يهضر دابا هذا يا لا عوش عوش قاسوا على الرياح. هو اللي كيفاش شكون خلى الرياح تدخلوا عندها؟ شتي شوف اسيدي شي اللي هادشي باقي اللي يجي لها الله يخليك. باش نشوف كيفاش كيف شكون خلاها تدخل اوليديها فاتحه عندها وش لا غادي نمشي انا لا ما يمكنش انا ندخل نصر على الريح يا خويا. سير انت سير انت هي الاولى ومن بعد اجي لهنايا. سير انت فاتح لا شوف شوف اللي عندك شي تبال ولا شي واش تعرف شي فقير واللي عنده اللي تعرف يضرب خط الزنات نعطيه من المال ما يريد. واش ندخل نصر على الريح يا خويا؟ دخل دخل دخلوا في جوج وخلوني انا نتسنى هنايا بقاو هنايا اولا اللي غادي نمشي. الله يا ربي الله يا ربي الله ما تقديت شيء مع الانس ولا وليا الجن. سير انت شد هذيك القرقبات وبدا تضرب عند راسها على ما نفكر في شي حل. المصيبه هذه كيفاش وسير حتى انت دخلي هذه المصيبه هذه يا عباد الله كيفاش وقع عليها حتى ضربوها الرياح. شكون اللي يهضر معاها؟ شكون اللي فسد لها قلبها؟ شكون اللي تكفش ليها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أنا رفقيه وهذا الجحاد. الجحاد هو اللي فيك رفقيه ومرادك غير تكذبني بدون فايدة. يا دوب قول أنا باللي ما قاريش وعلمي ما خدامش وغير مسلط على الصنعة. رفقيه حضي راسك راني كنتحير. وأنا كنجمد الماء. حضي راسك راني كنجمد الماء. وأنا كنكشش بركشاش. تسليم أسيدي تسليم أسيدي. أش قلتي أنت؟ تسليم أسيدي تسليم. واش نتوما فقيه هذه بصح؟ وباقي عندك الشك ولا بغيتي نبغيها تشوف؟ طيب أنا غادي نعمل استخبار ضمير وغادي نقول هذا راجل مكذب في العين ديالنا عاش به. أعطيوني الدليل نكون أنا أول واحد مآمن بكم. خرجوا الدخان من الأرض ولا خرجوا لي شي جنين صغير يكون خضر فيه نقيطات صفرين ويكون العين زبيبية وقزيبته تكون حمراء فيها خطيطات حجريين تكون الزغب ديالو يكون كاع ما عنده الزغب شي جنين صغير ملس. وش يا مقهوش هذا التعذيب ديال التمثيل هذا فانك اللي ساكن تحت الارض. نعطيك بشارة خير عندك بنت مقانك هذا. اييه مصروعه بجن بسببها شاب صغير. اييه عمها جا عندك ناوي يشوفها ونعطيه من دخول. اييه وسبب الخصام ضربه روحاني شبه الضلا. اييه دخلنا عندها تبغى من عدادها. لا دخلنا عندها يجعلنا ربي سببها. لا هادشي كاين ولا باقي كتشب؟ كاين سيدي كاين. تسليم تسليم والله ما تقولي لا عايشين معايا في قل هذا اللوجه هذا شي محل باش تعرف اللي الرجال ما كتحقاش. لا دابا كنعرفها ولا حق الرجال ما دا في الدنيا ما جاب تاع دوجيه دوايا ما خافيش يا سيدي.
هذيلا. سيدنا العدود ولاد سيدي رحان بودالي. ما عندنا ساد معاك الحراز الله يعاوننا عليك. والله ولو تصيفوا لي في سبت الملح تلفحكم وجايني بحال شنو هذا العجب هذا. ما لا والمصيب غير تبعي لك الحراز. انا اللي عرفت كنت تبعو شي مصاير. لقيت عمي عثمان وقال لي بلي عويشه قبضوها للرياح، واش بصح ولا غير كذوب؟ ياك شي فاش لقيتيني تبعك شكون قال لها خياتي باللي ولقيت شي جماعه صانعين الميده بلود عو كيضربوا بقريقبات وكانكات والله اعلم الا جايين قاصدين كان الحراز. هذه المصيبه هذه شكون اللي علمها لخياتي باللي عويشه ضربوها الشلول؟ ولا مرزوق؟ لا ما يمكنش هادو كانوا معايا او عثمان. لا عثمان ما كانش حاضر ليها. وقيل هذيك فاطمه هي اللي غدرتني. مستحيل هادشي، هادشي كيخرج العقل. شكون اللي قال إلا لا حر حارني اللي شراني ومودع في سبيل ربي وقصدتك ليك رام قلبي ونويت الخير فيك وجابتني ليام ليك. انا مرزاق واسمي مبارك واللي مبروك تتخدموا الحرار مع العبيد وانت ودك ربي من متاعه وعطاك الخير لكني ما عندك اللي قابلو حيت انت راجل فريد. قلت انا نقذف بيك في المسايل تسخرني لكل حاجه في القريب مع البعيد. عسات عملي شي نصيب الكسوة والإجارة والصباطة يسمع عبد الجواد فيها إلا قبلوا عليه يبغيوا يكرموه ما يدوزوه وهو ما يدوز سيدو والدنيا غادية وليام تفوت. وخذ لك وقت راحة وغنم وقت سرور وأنا عند الكلمة مصروع على الرمشة. في كل ما تأمرني على رضا نفعلو وك وك الحق. يا الله مرحبا مرحبا بقلاوة قلاوة بيضين. يا عجبة يا عجبة جابوا لي هادو. هذاك سين عام سيدي المأكولات والمشروبات على جميع الألوان وجميع الأشكال. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. هاد الوليد هذا عجب ليا. هذاك الفداوش الفداوش. مرحبا بالفداوش. تفضل تفضل حضر الفداوش. هذاك العوازي دي جايب اللوبيا. اللوبيا مرحبا باللوبيا. مرحبا باللوبيا. اعطيه هاتين مسكين. هذاك جايب الشفرجل. السلق 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 الشفرجل. مرحبا لا 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 غير حاضن وقات في تياب وسلم وفعايل ورومية. حراس قتيب ربان ما يجور عمرو جيران عز على الظلام شمور. قلت لك 100,000 مرة بالسجدة باقي شي تسبس 100 عثمان على فمك. وحتى فاطمة ما ظهر ليها أطار خبرات خبصات. يا سيدنا ياك ما يكون هاد الحراس رحلوا الدعوشه معك وخلانا مقابل الريح. كيفاش بغيتي يرحل وانا كنقول لكم ما تقلع
طلعت من هنا انا ولا عمي عثمان. منين واجد عمك عثمان؟ دخلت عليك بالله ما بغيت تفرق على سميت عبد الله. بس انا صحتي خير لك. اش عملت لك عمي عثمان؟ قول دابا اللي عجبك. ما كان حقي ما تفرقش على صحبه الحراز. كان من حق نعرف باللي قدام خدام النحس وكل من تبعك ما يلقى خير. ياك ما ندمتي على صحبتك لينا؟ ندمت وتعداني الندى. اش عليك تبارك الله؟ خوفي عليك يا عمي عثمان، خوفي عليك لا تبقى تابع محبوبك الفلوس حتى يزهق لي. شحال عشقي فيك يا الدرهم؟ الدرهم يا روح راحتي يا ملك الدات شايقه. حتى دابا ما تشغل ما تفرتي بمقصودك، عاونا غير بالصبر. حتى لينا تصبر حتى نطيروا عويشه. تبارك الله على هذا النسك، ادري راسك انا طبيبت. كل ما بجدنا عملنا مع هذا الحراس، ما نطينا منه لا قليل ولا كثير. بالحق كل ما لعبات المعزه فخروا الجبال كتخلصوا بدار الطباع. وانا عاطيكم عهد الله بنت شي غير مرزيتو في عويشه رغم الشطارت. ها محمود حالتك كتقطع القلب. من قاسوي هو مرتاح. هو صعيب كيريب الجبال. هكذا يكون الحب والا فلا. ومازال زيد فيها محمود. راك محد هو الحراس قصتك قصه. لو كان حكيت قصيتي صند الجلمود يذوب تنزرع فيه رطوبة. لو كان حكيت قصيتي شامخ الجبال يريب. لو كان حكيت قصيتي البحر مهول فراتنو ومواجه مزروبة. تسكن في الساق صوتو وترجع بالترطيب. لو كان حكيت قصيتي الروض مزخرف بجداولو ودواحو مخصوبة. تسقط وراق غصنو تربتو تغفر بالتجديب. واش بغيتو تسقطيو عليا من هاد الغسالة ولا لا؟ واش مازال ما فهمتو شايف اللي راني فك وعد؟ انت لا يا عاوتاني يا عبد الله فين ما كانت شي هنطقة كتكون فيها يعني؟ كنتسناك اسيدي. علاش عاوتاني؟ راه هاد الليله. اش كاين عاوتاني؟ راه هاد الليله. الا طقت بك راه هي اللي غتبقى. لا ما بغيتش نعرف اش غيجرى هاد الليله. بلاش لا بلاش بلا بلاش. هاد الليله راه ناويين يهجموا عليك ويخطفوا الشفر عينك. وكان انا راه كان عندي. ايه الله يجازيك بخير. ما تختي شاي. لا وليدي سطر عجب. كاين شي عجب اعجب منك يا عجب العجاب. انا راه بغيت غير ندير الحسنات. لا الله يجازيك بخير. تنعرفك تقي وريع وصابور وكل المحاسن الله كلها تجمعات فيك. سير قول لهذوك اللي مخلصينك راه طارطرهم وداهرهم. دابا غدارة قلت لك تحبوني وجيتو بيعدو فيا. شكون باهر؟ شكون غدرك؟ وعدتيني تكتبو السر في المطبورة. علاش قبرتو الحراج باللي قبرت الورقة مع عند عبد الله؟ خونتي العهد فاتح. والله ما أنا والله ما أنا. ما كاين حد من غيرك اللي يعمل هاد العملية. لا تقبي راه كذاب. أنت كذاب كذاب. أنا عندي ورقة قال لي جبت عليها الصدى غادي نردها لولاها كاع. وصافي. ودي لا. اش كاين رفتتم؟ الحراز هاد الليلة راه بغيت يطيح العقد على عويشة. وراه عان راسو حسي مسي بلا ما يسيق حتى الخبر. يا واش المعمول؟ خذ هاد الرسالة وعمل اللي فيها. لا يختيك فاطمة. صافي الورقة رديتها لمولاها ما بقى لكم ما تبيعوا فيها والو. مستحيل نبيع كرة حبك يا فاطمة الفؤاد. ما نقدرش نغدرك يا فاطمة الأمعاء. تزوجي بيا نبين لك الرجولة. زميت نهار العيد. عاد راسك. انا اللي غادي نتزوج. تبارك الله على هاد الغرة في العدول. ما تشفي غير الما طفيعتش. انا في الحقيقة كنحبكم بجوج. ولكن سيدي الحراج ما خلانيش نتزوج حتى انتوما. كيفاش؟ ما عين الزواج حنا ولينا قدنا قد الحلال ونبقاو عزالة. بغينا نبقاو هكذا باش نبقاو تحتي بيا وخدامين معاه. انا ما نقدرش. ما نقدرش نعيش بلا ما نزيد ونكثر في ولاد نسلمان. عطوني بسلمة. حرقوش. صندوق. صندوق صفر واسود. عاود قرا الرسالة. الحمد لله وحده محبوبي العزيز بعد السلام التام. أخبرك بأن عدو الله الحراز عازم على أن لا يضيع الوقت. ولا على أسلوبه. أن لا يضيع الوقت والدليل على ذلك فإن قلبي يخبرني بأنه. ولا على أسلوبه. قلبي يخبرني بأن هذه الليلة بدات سيستدعي قاضي المدينة الحقيقي وعدو لعقد قرانه بيا. هذه الليلة. أما أنا فإني عازمة كل العزم بأن أتحيى لعلي وأغويه وأنصب له الفخ اللي ما يطلع منه. وسأعمل ما في وسعي بأن أفتي على عليه رأي. سأبتسم في وجهه أقول له يا الله يا الحراز نهرب وجميع. ديرني في الصندوق وبعدني من هذه البلاد. حيلة من حيل الشيطان. وسأعمل ما في وسعي بأن يهرب بي وأنا في صندوق أصفر
مزخرف بالأسود. يا هلي قلنا. أما أنت يا قرة عيني ويا مهجة فؤادي حضيب الدار، وكل صندوق خارج منها إلا وأنا فيه. أنا في عارك يا محمود خاطري، أعتقني راني ما أتحمل أكثر مما قسيت، وفي الختام أودعك بقلمي لا بقلبي، يا من دائما بين عيني، يا من ساكن أحلامي وفياقي. عويشة تري ويشة مسكينة، من كثرة الحب ولات غير كترجع في العربية. معذورة يا عبد الله معذورة، على اللي عايش مع وحش يقدر يعبر. الله يكون في العون. هذا صندوق سود مزخرف مزرقاس مرواق من الاصفر، مشيتي بدقتك على قلبك الحراس. حلاش عبد الله طاحت عليا فكرة جهنم. ويلي قولها. يلا معايا مصبرني بدز الصندوق. يلا بنيتي يا عويشة، يلا يضربك الريح شي شوية تفجي. راني هو مزيان داكشي ديال الطفا بصحة الطفا. ما قديت عرح معكم. الله يهديك بنيتي يا عويشة، الله يهديك. واش تبقى تبقي ديما مخبية هكذا في الدار بنيتي؟ عاود تبقى بحالك ما خصهاش تبقى ديما حاجبة، غادي تعشي. اش دارك وليداتي؟ اللي قالها سيدي فيها الخير. اش دارك انت وليدي يا مرزوق؟ أنا ماشي شغلي. سيروا وليداتي، سيروا له لسوق الجلابة، ديو لي هاد الحوايج هادو يتجبدو. ومع من نخليو عويشة؟ غير تير وانا راني معاها. ما نمشيوش لسوق الجلابة، هذاك عدو الله ديال عبد الله غادي يعمر لنا راسنا. خليوها وليداتي، كل واحد يخاف عليه غير خليوه سير. وقتاش رجعوا؟ بشوية عليكم، ديما خدامين نهار وليل، بشوية عليكم. هاني هنايا مع لالا عويشة، غير خذوا راحتكم وتفججوا، حتى انتم راه شفت اللون ديالكم بدا فيه الاصفرار. العجب؟ العجب. واش تحت راس الحرة؟ يا من هو في الهجرة فريد، تايه بكي شاكيه من مجروح بحالي، وقت ما شاف الزين ورقته تصفر وتبان، حط بالك ليا وكون عياق طياق وصغار عندك شاين جرالي، عندي خنار غرامها ساكن لي الحال. اش تحت راسك الحرام؟ ساكن قلبي بدون بدون سلام، هذي مدة والريح ساكنة. عويشة تتحبي فاطمة؟ بحال عيني. فاطمة تتحبي عويشة؟ بحال عيني. عويلات بزوج. اش حط راس الحراس؟ هذي مدة والريم ساكنة. فاطمة واش تحبيني انا؟ بحال بحال اش تقولي لي؟ حشمت. هي هي اسيدي. ماشي عيب بنيتي، ماشي عيب. الله يرضي عليك. واش تحبي عبد الله؟ عبد الله والله اسيدي. بارك بلا حلف، بلا حلف بنيتي. الحب راه مزيان، الحب راه عز الله ما فيها باس. عبد الله راه وليد الناس، ماشي راه وليد تقي وصبور وطاهر وارع وواعر. واعر بزاف ما فيها باس بنيتي. سيري سيري لسوق الصباط وسوق الحيك، راه ديما متكي تما. سيري حال الوصال. اش تحت راس الحراس؟ ما مشي حتى تقول لي لا لا. غير سيري فاطمة. من قلبي ما خلاني نمشي. غير سيري ما تخافي، وإلا لقيتيهم سلمي عليهم. واش تحت راس الحراس؟ لقينا الراس في الراس. واش فرحانة؟ إذا كنتي أنت فرحان حتى أنا فرحانة. من بلاد بعيدة، بلاد طايرة من البحار، فيها جزور، فيها الفلاحة زهرة والتجارة فالحة، فيها الطبيعة خلافة، فيها الزين، فيها الجمال، فيها الأنخاء الخيرات والنعم من هذيك البلاد الأصلي. حيت بلاد كلها خيرات، اش خرجك منها؟ خرجت نقلب على ما هو اجمل واجمل، ونهار طاحت عيني فيه عملت كل ما في المستطاع باش نكسبو في الاخير. فهمت بلي الانسان اللي كلا حقه في الدنيا لازمو يخلي المحل لواحد اخر اللي هو صغر منه. اش دار لك ابنيتي؟ انت تعرف سيدي. اعوشه راني مستعد نخلي كل ما عندي في هذه البلاد ونرجع لبلادي. اش دار لك؟
فك سيدي غير تضربني على الضل. إن بعد الطن إثم يا بنيتي، إن بعد الطن إثم. أنا بغيت نتخلى على كل ما عندي في هذه البلاد، بغيت نخلي الدار، بغيت نخلي الخيرات، بغيت نخلي فلوسي، بغيت نخلي متاعي كله ونخليك. أش دار ليك؟ علاه اللي بغى يتخلى على نتاعو؟ كيصيف جلال بو يتجبدو؟ مش بلاد. عويشة أنا راني غادي نخليك، غادي نخليك المحمود. كل ما بغيت هو نعرف واش محمود بغى يعيشك في الهناء والسرور. أش من هناء واش من سرور؟ من هاد ما تبونا في العداد عمي عثمان بطمع بعني. أنت شك فيا محمود خفيف بمنطق. عندك الحق بنيتي، أنا شكيت فيك بزاف بزاف كثير. كنت نغير على الطير الى قرب ليك، كنت نغير على كل حاجه قربت لك. شتي هذيك المشه مسكينه اللي كنت قلبت نهار لقيتها مش فوق جبتها. كل نهار كنت توقف عند وجهي وتتخبشني وتصبح كل نهار كل عام بربك موتها. ندمت فما عذره. انا اليوم كبرت وشربت عقلي، بغيت نعيش في الهنا ويمكن لك تساعدني. انا تسمعوا الطاعه اللي بغيتي نعملو غير قولي. انا في عرض لا تخليني، اديني معاك. واش الحراس تيحلم؟ انت يا بنيتي قصدك تحكي عليا عاوتاني مره اخرى؟ هداني ها البرا اللي صيفط لي محمود. البرا اللي صيفط لك محمود؟ خطو هذا الكفر بالله. عويشة الدرويشة، إنني اليوم بمعونتي 135 من صحابي. الله 135 وسبعة ديال الناس من المرسى، ويلي و 18 ديال الحزنية و 33 دري صغار عزي الحجر. ويلي هادشي اللي زعما ويلي والله وانا نكون غدار، وانا نكون قاتل، وانا نكون ظالم، وانا نكون تنقش في القطوط ما يديروش فيا بنيتي. هادشي انني بمعونتي هاد الناس كلهم بمعونتي هاد الناس كلهم ساهجموا على قصر الحراز ياخذك منه رغم عادي. هادشي اللي زعلني الحين منك. أمرين اللي بغيتيني نعملو يا عويشة، اللي بغيتيني نعملو صندوق. لو كنت جبرت صندوق كنت تخلى على الخيرات ديالي كلها. أعطيوني صندوق، لو كنت كان عندي صندوق نهرب بيك نخلي كل شيء. صندوق، أعطيوني صندوق، بغيت صندوق. فأين هو الصندوق؟ ها هو، جابوا الله. دخلي ليه، دخلي وما تحركي شيء منه، غادي نهرب بيك. سيدي حتى واحد في السوق ما قبل يجبد لك الجلاله. قالوا لنا الحراس هذا والله غادي نقاطعو. كلهم ضدي، قالوا لنا انت مفرق القلوب. انت زدتوني يا وليداتي، الله يزدتكم. فاتح واش نسلكوه؟ شوف انت البلاد كلها متوقع عليك. محال تفلت. عاونوني، زدتوني، غيتوني، عتقوني. عاونوني يا وليداتي، لا تخليوني شي في هذا الكفر بالله. عاونوني، لا تخليوني شي يا وليدي، ما تخليني شي. الله يعطيك الخير. عاونوني يا وليداتي، عاونوني. واش نسيتوا الطعام اللي تشاركنا؟ انت الحراج نسيتي العساف من بدري. الله معاونو، هذا كبرته يلا. طيب اش غادي نعاونو؟ غير في هذا الصندوق وصلوه لي المرسى ونخلي لكم الدار. هاد الدار كلها ها هي ديالكم من اليوم. يا جاد بشويه وليداتي، هذاك الصندوق راني داير فيه دليل الخيرات، وداير فيه شي مريشه، وداير فيه يقول عبد الواحد بن عشيري. لا تقلقلوه ليا، شوفوا وصلوا بيا المرسى، كاينه واحد الباخره غاديه لبلاد السند وبلاد الهند بحال في الخرافه. درت بحال غادي نمشي غير للخرافه باش ما يعرفونيش، في وسط واحد الباخره عار مرض ما طيشها. بشويه على هذا، لا تقلقلوا ليا الحروف. هاني خاطر عليكم. الله بحر الفراش بان الانفجار. هاد البلاد دخلت عليا بالخير، انما فرج الله قريب. منين جاكم هذا؟ فاتح مرزوقة بلا ولا عقل غادي يخرج. منين جاكم؟ فين صندوقي؟ فاتح مرزوقة.
انتم هنايا قربوا بيناتي قرب فين صندوقي عويشة شكون انت؟ انا صاحب دعوتك عثمان عثمان عطيتك من الدرب ومن المال ما تريد اعتقني عاوني عاوني نزيدك اللي بغيتي عاوني غير نتفكوا منو اسمع الحراس هاد الصندوق كلها كتشاب الى انت لقيتي الصندوق اللي فيه عويشة خذها انا كنتخلى لك عليها قول واحد نبي الله شيت هاد الناس كلهم شهود عليا اسمعي ناس الى مشى الحراس حتى لقى الصندوق اللي فيه عويشة ياخذها والى ما لقاهاش راه هي ديالي عويشة عويشة عويشتي عويشتي قلتي لي نمشي وجماع فينك عويشة عويشة عبد الله عبد الله وتاني عبد الله فين هي عويشة عويشة هي أولي فاطمة ولات فاطمة في الغدر هذا كانت ساكنة معايا وما عرفتها وش فين هي هاي الحراس بالله عليكم يا هاد الناس كان مرغزال بيكم هجرني وانا حن مني حرق الزين بعد ما كنت هايم في هواه قبلت من كل عبد مشرط الحناك على طول زماني كان ذنبي هو حبي وهيامي كان ذنبي هو إخلاصي ليه كان ذنبي هو تعلقي به وأنا قبلت نفضل حد في الناس عليه استغفر الله تمام ما شاهدنا حراس ولا عرفنا حراس ولا رحملوكم الثباز غير فراجة وسجية جول معانا وصول أفهم الرماز وجمع شغول دراز هذه قصة مسرحية جامعة من الأدب الشعبي معاني عجيبة العقول تسبي عقيق منظوف سلك ذهبي من تأليف عبد السلام الشطايبي وملابس هاد الحلال باهية كانت الأخت ماريا والمناظير تعدو من طرف صديق عبدو والإخراج كان يا صديقي للطيب صديقي صافح في سائر زمان في إجماع الوان الملحون الماني لا يدم يا سيادنا صوير في غالي واستعارات كثبان